الأخبار من إذاعة الحياة فام، أهلا بكم. البداية بالعناوين: اتهام تجار المياه المعدنية بالاحتكار وتسبب نقص المخزون. مصادر نقابية تؤكد الاتفاق على زيادة ب 3.5% في الأجور. ووزارة السياحة والشؤون الدينية تدعوان المعتمرين إلى التعامل فقط مع وكالات الأسفار من صنف ألف. في تفاصيل أخبارنا، البداية بشأن الوطني: فكتب عام النقابة الأساسية لوكالة التبغ والوقيد حسن الطرهوني تعديل أسعار السجائر، لافتا النظر إلى أن ما نشر بالرائد الرسمي فقط الترفيع في سعر الوقيد. هذا وعبر المتحدث عن استغرابه من الترفيع في سعر الوقيد وهو غير متوفر وغير متواجد في مخازن الوكالة، وفق قوله. أكثر تفاصيل في التسجيل التالي. حقيقة الأمر مطمش حتى تعديل في التسعيرة، التسعيرة هي نفسها. لانه اللي هبط في الجرد هو النومنكلاتور، معناتها الاسعار نتاع المواد الموجوده، فما منها مواد مازالت ما دخلتش للسوق كما مازال العسل. لو التعديل صار في الوقيد، الوقيد انا ما عرفش كيفاش، معناتها السيده الوزيره تعدل في تسعيره ما عندناش منها، نحن لا نبيعوا في وقيد ولا عندنا وقيد من عام واحد. اما بالنسبه للوقيد ما عندناش وقيد، معناتها من عام 10 ما بعناش الوقيد وما نصنعوش فيه، ما عندناش جمله ستوك وقيد وماهوش موجود في الكوتا نتاع اللي نبيعوا فيه في القبضات نتاعنا. لانه الكوبا زادت 200 فرنك كهو، خرجنا من هنا نقول زجاجه. الحمد لله ولينا سويسرا ما شاء الله. قطاع التبغ يلزمك تقراها بصوره اخرى وتتعاطى معها بطريقه اخرى. اخي انت تحكي على قطاع التبغ، تحكي لي على القيد والشكبه، انت تشكبه في السوق الموازيه ب 15 200، بارا زيدها 200، خلا زيد تشجع السوق الموازيه. وطنيا، تحدث وزير التربية عن إشكالية العطلة المرضية التي تطرق لها خلال الندوة الصحفية الأخيرة التي عقدتها وزارة التربية. أوضح الوزير أن المسألة تتعلق بالعطل المرضية طويلة الأمد لا العطلة العادية، متابعا أنه لم يتطرق خلال الندوة إلى العطلة التي لا تتجاوز الأسبوع، بل تطرق إلى العطل المرضية طويلة الأمد التي قد تبلغ 3 سنوات مقابل مرتب كامل أو 5 سنوات مقابل نصف المرتب خلال آخر سنة، وهذه هي العطلة التي سيتعامل معها بشكل مختلف وفق قوله. أعلنت وزارة السياحة والشؤون الدينية في بلاغ وجهته إلى كافة المعنيين بتنظيم العمرة والراغبين في أدائها بأن مصالحهما بصدد استكمال الإجراءات اللازمة مع الجهات المعنية لضمان انطلاقها في أقرب الأجال. ودعت الوزارتين الراغبين في أداء العمرة إلى عدم التسرع والتثبت والتعامل حصريا مع وكالات الأسفار من صنف ألف وإمضاء عقد العمرة، وذلك حماية لهم من المتحايلين والوسطاء وضمانا لحقوقهم. من جهة أخرى، اتفقت الحكومة مع الاتحاد العام التونسي للشغل على أن تكون نسبة زيادة في الأجور بالوظيفة العمومية والقطاع العام ب 3.5%، وفق ما ذكرته مصادر نقابية لوكالة تونس إفريقيا للأنباء فضلت عدم الكشف عن هويتها. وفادت المصادر ذاتها في ذاتها التصريح أن الاتفاق المرتقب توقيعه سيغطي الزيادات في الأجور للسنوات الخمس القادمة، على أن يبدأ صرفها بداية من سنة 2023. ويذكر أن الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل قررت تواصل التفاوض مع الحكومة حول المفاوضات الاجتماعية وكذلك تطبيق اتفاق السادس من شهر فيفري وسحب المنشور عدد 20 الذي تعتبره المنظمة العمالية معطلا للحوار بين الأطراف الإدارية والنقابية. من جهته، كان وزير التشغيل والتكوين المهني وناطق رسمي باسم الحكومة نصر الدين نصيبي أكد التوصيل إلى اتفاق بخصوص معظم النقاط باستثناء نقطة خلافية واحدة لم يتم الاتفاق حولها، وهي المتعلقة بنسبة الترفيع في الأجور للسنوات المقبلة. قال رئيس الغرفة الوطنية لمنتجي المشروبات غير الكحولية الأسعد مزاح أن استهلاك المياه المعدنية يتضاعف في فصل الصيف حيث يقدر ب7 ملايين قارورة في اليوم الواحد، وفاد بأن تراجع الكميات المخزنة من المياه المعدنية من قبل تجار الجملة خلال فصل الشتاء المنقضي ساهم في نقص العرض مقابل ارتفاع الطلب خلال هذه الفترة. كما أشار المتحدث إلى أن السوق عادة ما تشهد نقص في المخزون أواخر كل صائفة، لكن هذا النقص تعمق في الصائفة الحالية بسبب تهافت المشترين على بعض المواد الاستهلاكية من بينها المياه المعدنية، وهي من الأسباب الأخرى التي أدت إلى تسجيل هذا النقص. دوليا، قال المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية أن وزارة المالية وقعت عددا من اتفاقيات التمويل مع بنوك محلية بقيمة تناهز 25 مليار ريال لتنفيذ مجموعة من مشاريع البنية التحتية التي من المقرر أن تبدأ في العام القادم. ختام نشرتنا الإخبارية، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين.
اتهام تجار المياه المعدنية بالاحتكار، ومصادر نقابية تؤكد الاتفاق على زيادة ب 3.5% في الأجور، وزارة السياحة والشؤون الدينية تدعوان المعتمرين إلى التعامل فقط مع وكالات الأسفار من صنف ألف. كانت معكم سوار بن حميدة، لأكثر تفاصيل زوروا الصفحة الرسمية الحياة فام على الفيسبوك. نشرة الأخبار على إذاعة الحياة.